سلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهارده جايب لكم حلقه ولا اي حلقه، يعني حلقه النهارده يا ولادي تكمله للحلقه الاولانيه بتاعه لعبه قله الصبر. يعني انا مش عارف، انا الناس زي ما تكون شمتانه فيا، اعمل يا سوتس جزء تاني والنبي جزء تاني يا جدعان. انتوا زي ما تكونوا يعني فرحانين في ام البيض اللي انا كنت عايش فيه في ام الفيديو. طبعا يعني ده بناء عن اخواتي اللي عايزينه، فانا لازم اعمله رجلي فوق رقبتي يعني. بس قبل ما نبدا الفيديو على خيره الله، يعني ارجوك انك تدعمني بام لايك شارخ فيح سيح نيح لايح، وتكمل الفيديو معانا للاخر. يعني اتمنى ان هو يعجبكم ام الفيديو، ولو مش مشترك في ام القناه يعني يا ريت تنزل كده تشترك في القناه، يعني عايزين نوصل ل 200,000 كده. وشجع اخوت سوتس، يعني انا يعني عندي اكتئاب جاب التهاب. يلا نكمل بقى ام الفيديو بقى، ولا نبدا ام الفيديو على خيره الله وزيع يا ابن خالتي. نبدا بقى الفيديو على خيره الله ونرقع واحده كونتينيو عشان نكمل اللي احنا ايه يعني وصلنا له في اخر حاجه. احنا وصلنا لام المكان ده في اخر حاجه خالص. بس يعني يا ولادي حقيقه يعني انا مش عارف انتوا بتنتقموا مني مثلا، ها، ولا يعني يعني حابين ام الجيم. يعني انا يعني مش معنى يعني عايزين نعمل جزء تاني، انا مش عارف حقيقه. يعني لو يجي لك واحد يقول لي ايه اسم اللعبه يا سوتس يعني انا يعني لازم اديها لك، هتلاقي اسمها تحت في ام الوصف عشان خاطر انا مش هبدل لحالي، لازم كلنا نبدل لوحدينا يعني مع بعضينا. يعني ازاي يعني لازم كلنا يبقى في الهوا سوا؟ هحطها لك في الوصف يا حبيبي ما تقلقش. ويعني لو اول مره تشوف يعني ام الجزء الثاني دوت، في جزء اولاني هسيب لك ام يعني في الوصف برضه جنب البيضه اللي انت هتتبلي بيها. خلينا بس نشوف النيلة السوداء اللي احنا فيها دي. يلا اهي. اهم حاجة ان انت ايه تديها لها من تحت. يعني كل ما تديها من تحت هتلاقي نفسك ريحت. ايوه يا حول الله يا ربي، يعني انا امسك نفسك يا ولدي، لان يعني ننزل يعني نرجع ورا خالص. عيب. ايوه كده ايوه كده. ها يانا يما يانا، انا قلبي استوى، يعني قلبي بيض استوى، تعبان ومليش دواء، محتاج اشم هوا. ايوه بقى يا لا. بص هي كله بالحنيه بالفك، يعني ايه البرت اينشتاين قالها زمان، كله بالحنيه يفك. ايوه كده، يعني احنا لو اتعصبنا هنقع ورا، فايه نمسك العقل نلبس لباس العقل. لا شكل لباس العقل اتخرم، يعني في سنة لاج بسيطة في ام الكمبيوتر بتاعي، يعني ان شاء الله هنغيره هيتغير وهنعمل يعني قناة جديدة ويبقى جيمنج بس هنا يعني، فبتوع الجيمنج كلهم هيجمعوا معايا هناك. على مهلك على مهلك بندهلك، اسلك وحياة ميتين اهلك. ايه ايوه يعني انا بحاول اديها من تحت. ايوه يانا يما يانا يانا، طلعنا على رتانة يعني خلي الكوميدي افهات افلام كرتون هنجيبها. يعني انا يعني مش هفضل انا كده يعني في ام الحتة دي، يعني انا يعني عيب يعني يا ولدي يعني افضل يعني كده هنا قديلنا دي ميتين ام ساعتين هنا يعني اهبد يا ولد. ايوه بص كله بالحنية، شايف الحنية هو ماسك فين؟ انا على مهلي خالص، على اقل من مهلي. يعني نمسك يعني انا يا بيض يا نيما، يا حوزتي السودا يا نيما. انا دي لي ساعه واقف هنا، انا مش فاهم العيال بتلعبها ازاي، انا مش عارف يعني. يعني انا شفت فيديو واحد اديله يعني في دقيقه و22 ثانيه عداها، والله عدى اللعبة كلها في دقيقة و22 ثانية، لكن أنا أي أبويا كان دق عليا يوم ما جيت، امسك يا ولدي. أيوة كده هنعديها، إحنا مفيش أي حاجة يعني تقف في طريقنا، إحنا رجالة، إحنا رجالة. يعني أنا مش دعوة إن هو مش راجل وخوالة، يعني حاجة ترجع له هو يعني. يا دي يا دين أمي، إيه اللي بيحصل ده؟ حقيقة أنا يعني اتصدمت، أنا يعني أنا الحبابة، يعني انا مش عارف ايه اللي هيحصل معايا.
امسك بقى يا عمي عشان خاطر احنا رجعنا يعني ايه الايام يعني رجعنا فيديو ورا، احنا كده رجعنا ام فيديو ورا. واحلى حاجة ان انا قفلت صوت ام الراجل الخنيق اللي بيطلع بام بوم بام بام بي، قفلت صوته خالص. امسك بقى عشان ايه المرة اللي فاتت قعدت تتلكك بميتين امه، ها ومش عارفين نلعب بسبب الراجل اللي بيتكلم. هديك اهو يا روح امك قاعده دي سنه مش عارف اعدي ام البتاع. امسك بقى. والله يعني اتعصبت جامد يعني من ميتين امك انا، يعني انا مش عارف. اطلع بره القدره واجري يعني هيبقى احسن، ولا هو يعني ما عندوش نص تحتاني مثلا بيتصير في القدره مهووس يعني، ها حتى لما تلاقي بينط بالقدره بيبقى في ميه بتطلع من القدر، الميه دي بقى اللي هو ايه محبوس فيها وعمال يتصير، ها منجس لنا ام الجيم. ده اللي انا يعني استنتجته من اللعبه دي. هنعدي غصب عن اي حاقد حاسد. امسك يلا. ايوه كده شاف يلا الحرفنه. هنجيبها. يا اخي ما تكسفش امي اللي خلفوني بقى، ما تكسفناش حول الله يا رب. ايوه ايوه سوتس، ده سوتس العالم والكوكب باجمعه يعني. ايوه اهبط بقى من تحت. ايوه هنمسكها. شايف ايوه هي دي هنديها من تحت نطلع ايه فوق. ايوه كده زي ما انت. امسك يلا عيد يلا. يا دين امي يعني ايه اللي بيحصل ده يعني؟ انا حاول انا يعني انا هتملك اعصابي، انا هحط مشابك على مناخيري، انا يعني تتقطع مناخيري. انا عارف يا لهوي يا لهوي يانا يعني دي مهزلة بكل المقاييس. هاي مناخيري الواحد سحب واحدة يعني ايه مناخيري مش قادر. هاي انا يما يعني. امسك يلا انا قرفت من امك يلا. يا اذا انت رجعت تاني يا ابني ميتين الكلب يعني انا ناقصك. انا قافلك اقسم بالله والله العظيم قافل صوته، والله قافل صوته. كملت انت تاني كملت والله كملت. اخرس خالص. انا يعني زي ما يكون بيشم ريحه اللي يعني الواحد خلاص خرج من 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 من, من اللي هو فيه. هو يطلع بقى ايه يرط زي المره اللتاته وبيربك بيربك وفيربك بيربك. يعني انا ايه عذرا يعني هقول ايه هاي مناخير يعني. لا الواحد زي ما يكون مناخيره عطلانه فرقع واحده الكتريك ب 8000 فولت يعني بوظت لي مناخيري خالص. امسك بقى يا ولدي بقى يا اخي يعني انا يعني قلبي وجعني والله قلبي وجعني لوحدي والحالي والدنيا والدين وكله جاي علي ايه حتى انت يا ابن الكلب جاي علي اهو يقعد يشخ في القدره ميه ها حابس نصه في القدره اهو الميه بتطرطش زي ما انتوا شايفين. احنا هنجيبها برضه يعني احنا قليلين في ام البلد دي يعني. ده انا السادات يا شويه خوانات. اضرب بقى يا ولدي بقى وخلينا نطلع بقى من ام النصيبه السودا دي. ها هتيجي هتروح فين؟ هتيجي مش هتروح في حته يعني. مش عارف اعمل ايه يعني انا خايف والله هرقع واحدة تاني مناخيري تنزف مني. ها ها يا ولدي. ايوه يا لهوي يما يا لهوي يما يا لهوي يما. رجعت للصفر من مكان ما بدأت يا
يا حط الصودا يانا يما يا حط اخرس يا ابن الوسخة اخرس خالص اخرس خالص ما اسمعش حسك يا انا يما يا انا ده جو حر والنيلة طين وراجل بيض ولعب بيض ولحبة بنت كلب وكل حاجة بنت وسخة مش خسارة فيك امي دي مش خسارة فيك امي دي يلا 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 يعني انا مش عارف اقول ايه يعني كفاية علينا كده عشان ايه ما يجيلناش نزيف داخلي ولا حاجة انت فاهمني يعني نتعب فيها ونموت يعني فبالله عليك يعني كده تنزل تخبطنا امي لايك شارخ فيح سيح نيح بتاعك ولو مش مشترك في ميتين ام القناة يا ابن عم تنزل تشترك في القناة وتفعل ام زر الجرس عشان يوصل لك البلاوي الجديدة اشكركم شعبي العظيم اشكركم اشكركم اشكركم